الطريقه ديال الرئيسيه الشارع الحسن الثاني بتمارا، بالنسبه لك شنو هي القيمه المضافه ديال هذا التوسيع وديال هذا الجماليه ديال هذا الشارع؟ بالنسبه للشارع كان ضيق شويه هنايا، الحمد لله يعني لا زاد تسعوا منه، وباقي حتى الطريق هذه المفروض هي تزيد في التوسعه ديالها. اما هذا غادي يساعد يعني فين الزحام ياك كثرت الحركه الطرقيه اكيد حتى السيارات كثروا ياك كاين الزحام يعني. يعني ما شاء الله الى وسعوا غادي ينفع يعني حتى مدينه تمارا وجمال يعطيها. التالين غادي يديوها دابا هذه دي من القنطره يعني من هنايا حتى الشيخ الضاري حتى الكوميساريه حتى الكوميساريه حتى الكوميساريه. ما تظنش على انه تم الجهه الاخرى ديال تمارا بالخرجه المفروض المفروض توا يوسع ياك المفروض نعم حتى هذاك وصل نعم المفروض كله يوسع طريق لان هذه انت عارف عليها درك يعني عليها حتى ولتمارا ولتمارا نعم. كانت هي طريق وحدها هنايا كانت كدي وكتجي الطريق الحسن الثاني كانت كان راسيف لا طريطوار لا حتى شي حاجه كانت صغيره كانت صغيره كان الكاليتوز ديال قديم يعني اذا انت هذا الشجر يمكن غيطيح ياك هادشي اللي قالوا هادشي اللي قالوا ان شاء الله يزيد جماليه كما قلت التمارين ان شاء الله وشوفوها بحله جديده ان شاء الله.